معي هنا النائب الديمقراطي جيم موران، سوف يتحدث إلينا عن رد فعله الأولي على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. Congressman Moran, it's good to have you with us as always. أن تكون معنا. السلام عليكم. What did you think about the president? ما رأيك في خطاب الرئيس؟ أعتقد أنه خطاب جيد، لم يكن سياسي، تحدث عن الاستثنائية الأمريكية، قال بعض الأمور المثيرة للجدل ولكنها مهمة، تحدث عن إصلاح الهجرة لكي تشمل كل الأمريكيين الجدد، أوضح بشكل جيد أن المسلمين في أمريكا هم جزء أساسي من العائلة الأمريكية، كان لابد أن يقال هذا الأمر، وأنا سعيد أنه قال ذلك، وهو قال أنه سيستثمر أكثر في التعليم والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. نحن نحتاج أن نقود، ولكن نحتاج أن نقود بشكل لائق، أن نكون مثال يحتذى به، أن نجعل التعليم أولوية، أن نقدم رعاية صحية للشعب، وأن يكون هناك نظام نقل حديث. هذه هي الطريقة التي قمنا بالقيادة بها دائما، وأعتقد أنه أدرك أن لدينا ميزة من أننا مكان يجذب الناس إليه من كل أنحاء العالم، الذين يبحثون عن تحقيق أحلامهم لأنفسهم ولأطفالهم. ما رأيك في السياسة الخارجية والجزء الخاص بالسياسة الخارجية؟ تحدث عن تونس والعراق وأفغانستان والسودان، ما رأيك في هذه الأمور؟ أنا أتفق معه في كل هذه الأمور. ما يحدث في تونس أمر رائع، الشعب يطلب بصوت أكبر في الحكم، وهذا هو ما نحن كأمة. الحاكم والمحكوم هم من نفس الشعب في أمريكا، ويجب أن يكون ذلك في جميع أنحاء العالم. نحن نرى تطور كبير في السودان أخيرا، نتحرك للأمام. في العراق نحن نخرج، كان علينا ألا ندخل في المقام الأول، ولكن نخرج الآن. وفي أفغانستان هو قال أننا سنبدأ في تخفيض القوات هذا العام، آمل أن يكون ذلك صحيحا، لأنه لابد أن نعطي هذا البلد إلى الشعب الأفغاني. نحن ندخل في كل هذه المعارك ونحن لسنا دولة مستعمرة، لا نريد أن نتحكم في شؤون الناس، لا نريد أن نحتل أي شعب، نريد من الشعوب أن يكونوا أحرار ليختاروا طموحاتهم وأحلامهم وحرياتهم الشخصية. وفي بعض الوقت عندما نكون لدينا وجود عسكري نفقد رؤية هذا الأمر، وأعتقد الرئيس يقوم بالعمل الصحيح من خلال سحب العسكريين ومساعدة الناس أن يقفوا على أرجلهم. الديمقراطيون فقدوا الكثير من المقاعد في الانتخابات، لماذا حدث ذلك؟ وهل أنت متفائل حول الانتخابات القادمة؟ أعتقد سنقوم بعمل أفضل. هذا حدث لنفس الأسباب التي حدث فيها الحرب الأهلية في أمريكا. الحرب الأهلية حدثت لأن الولايات الجنوبية التي كانت تملك العبيد لم تكن تريد أن ترى رئيس يعارض العبودية. في هذه الحالة الكثير من الناس في هذا البلد في رأيي لا يريدون أن يحكموا من قبل أمريكي أفريقي أسود، خاصة شخص ليبرالي ينفق الأموال على الجميع ويريد أن يتواصل وأن يشمل الجميع في معتمده في مجتمعنا. هذه هي هناك صدام فلسفي حول هذا الأمر، ولكن الرئيس هو سيجعل هذا بلد أقوى وأكثر تنوعاً، ولذلك أنا أدعمه. هل أنت تقول أن النقد الجمهوري ليس مشروعاً؟ أعتقد أنه مشروع، إنه جزء من الطبيعة البشرية، ولكن أعتقد أن الكثير من هذا الانتقاد يستند على استسهال من هو رئيس أوباما كرئيس الولايات المتحدة، وكون أن كثير من المعارضة هي ربما تأتي من منظور انغلاقي وأناني. هم يخشون أن الرئيس أوباما سيضم أو سيجلب المزيد من الأمريكيين إلى الطبقة المتوسطة من خلال نشر الثروة، بحيث يكون لديهم هناك فرص للتعليم والتوظيف أكبر، حتى يمكن لأطفالهم أن يحققوا أحلامهم. شكراً.
إذن هشام، هذا كان رد الفعل الديمقراطي الأولي على خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كما استمعت، جيم موران هو يدعم بشكل أساسي جميع النقاط التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي. نحن سوف نوافيكم بردود فعل من الجانب الجمهوري هذه المرة، وأيضا من الديمقراطيين. هناك عدد من الديمقراطيين الذين يعارضون سياسات الرئيس الأمريكي. سوف أكون معك هشام في هذه التغطية بعد قليل. شكرا رنا.